إذاعة سلطنة عمان. عمان هبة الأفلاج، وكانت الأفلاج قاعدة للحضارة والاستقرار عبر العصور، وكانت المحور الذي تشكلت حوله مظاهر الحياة في القرية العمانية. لذلك فليس من المبالغة في شيء أن نقول الأفلاج حياة. الأفلاج حياة. الأفلاج حياة، برنامج يومي يعرفنا بكل ما يتعلق بالأفلاج بأسلوب علمي مبسط، يعده ويقدمه الدكتور عبد الله بن سيف الغافري. إخراج رائدة بنت أحمد العامرية. الأفلاج حياة. الأفلاج حياة. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأفلاج حياة. قبل ختام حلقات هذا البرنامج سنناقش بعضا من المشاكل التي تواجه ديمومة الأفلاج. الأفلاج حياة. الأفلاج حياة. الأفلاج بصفة عامة والعمانية بصفة خاصة تزخر بالعديد من الروايات والتاريخ والأساطير، فللأفلاج ثقافة مميزة تجمع بين المجتمع والطبيعة. قد يكون مصدر هذه الأساطير هو الخوف والرهبة، فبناء الأفلاج استعصى فهمه على الشخص البسيط فأسقطه على الخرافة والخيال. هذه الأساطير والحكايات لا تخلو من الحقيقة، فهي عصارة ما نتج من تناقل خبر ما أو حادثة ما عبر الزمن. في كل مرحلة من نقل أي حادثة أو حتى إشاعة يضيف الناقل شيئا من عنده، وهكذا. تاريخ الأفلاج يزخر بالكثير من الأساطير والحكايات، أجزم أن جلها إن لم يكن كلها لها جذر واقعي. هذه الحكايات والأساطير يمكن تأكيدها أو دحضها بالعلم. لم ترد هذه الأساطير في هذا البرنامج إلا لإثارة أسئلة حولها. كل شيء في هذا الكون يمكن قياسه وتقديره. أفلاجنا تواجه الآن الكثير من المشاكل والتحديات، هذه المشاكل كلها سببها الإنسان. نسمع دائما عن الجفاف، وكما سمعنا في هذا البرنامج أن السبب الأساس لنقص منسوب المياه الجوفية المغذية للأفلاج هو الآبار الحديثة والتي هي من صنع الإنسان. إن المعادلة المعروفة للمياه هي أن ما ينزل على بقعة ما من مياه يجب أن يعادل ما يتبخر منها بعد ذلك، أو يتسرب للتربة أو يذهب للبحر. إن كمية المياه التي تسقط على عمان قليلة، ونضيف إلى ذلك أن جلها إما أن يتبخر أو يذهب للبحر، فالقليل منها يدخل للمخزون الجوفي. علينا أن نربط بعلاقة مباشرة بين عدد السكان الإجمالي وبين ما يوفر من مياه لهم بمختلف الوسائل. فمصادر المياه الحالية للسكان هي الأفلاج والآبار ومياه التحلية والمياه المعالجة والمياه المستوردة. إن المعادلة تقول لكي نصحح وضعنا الحالي إما أن ننقص في عدد السكان أو نزيد من الموارد المائية. الأفلاج حياة. الأفلاج حياة. التعداد السكاني في عمان في تزايد مستمر بسبب الرخاء الذي تشهده الدولة حاليا من رعاية صحية وتمديد البنية التحتية وانتعاش الاقتصاد. إذن لابد أن يوجد طلب عال على المياه للمنازل والصناعة وتجميل المدن والزراعة الحديثة. لهذا حفرت وجهزت آبار عميقة تستعمل مضخات ميكانيكية تدار بطاقة الديزل أو البنزين أو الكهرباء لاستخراج المياه. هذه وسائل سهلة دخلت بسرعة غير مدروسة على البلد، فبعد استعمالها تناقص المنسوب الجوفي بشكل دراماتيكي حتى مع محاولات الدولة بناء السدود وتقنين حفر الآبار.
لقد كان الفأس قد وقع في الرأس. أعزائي المستمعين، لتخيل كل واحد منا التالي: أننا نعيش في قرية جبلية يأتيها السمك كل يوم بكميات محددة، وكان سعر السمك ريالا واحدا للكيلوغرام الواحد من السمك. بعد فترة من الزمن تضاعف سكان تلك القرية من غير أن تتغير كمية السمك. بالطبع سيتضاعف سعر السمك بزيادة الطلب، أليس كذلك؟ ماذا يحدث لو تضاعفت الأسماك في نفس القرية، أو أتى موردون آخرون للأسماك للقرية؟ بالطبع قيمة السمك ستهبط. هذا ما يحدث للأفلاج الآن، فالأفلاج كما هي والحاجة إليها تقل يوما بعد يوم كمصدر حيوي للمياه، بعد وجود وسائل أخرى لتوفير المياه مثل الآبار وتحلية المياه وإعادة تدوير المياه. بعد فترة من الزمن ستجف، لكنها هل ستموت؟ لا، لن تموت وإن جفت. هل أفلاجنا مجرد مصدر للمياه؟ أليست أيضا جزءا من بيئتنا؟ أليست جزءا من ثقافتنا؟ إذن لماذا لا نعطي هذه الأنظمة قيما أخرى؟ لماذا لا ننظر إليها بنظرة أكثر شمولية؟ الأفلاج حياة. الأفلاج في عمان عبر العصور كانت تدار بأياد عمانية. للأسف الشديد هناك عوامل كثيرة أدت إلى هجر الأياد العاملة في الأفلاج لها، والأسباب الرئيسة تعود إلى سرعة التقدم المدني والانفجار السكاني الذي كان أسرع من أن تستطيع أنظمة الأفلاج استيعابه. إن أبعاد هذه المشكلة كبيرة، فالعمال الأجانب لا يفقهون بالطبع في الطرق التقليدية للإنتاج الزراعي التي اعتمدت عليها الأفلاج عبر العصور. الأفلاج العمانية كانت أنظمة زراعية عضوية ولا تستخدم المواد الصناعية، وقد استطاعت عبر هذا الزمن الطويل التناغم مع البيئة من غير أن تفقد التربة الزراعية عناصرها. لكن للأسف العمالة الوافدة بدأت في استخدام مواد صناعية كأسمدة أو كمضادات للحشرات أو الفطريات، مما يشكل خطرا عظيما على أفلاجنا، فتراكم هذه المواد في التربة يصعب بعد ذلك تنقيتها. وأخطر ما يخشى منه هو مركبات المعادن الثقيلة كالزئبق والرصاص. سأحكي الآن قصة من الروايات الشفهية من ولاية بدبد. تقول القصة: يحكى إن امرأة بدوية كانت ترعى الأغنام في سفوح الجبال، وفجأة رأت عينا تنفجر أمامها فشربت منها وروت أغنامها. وبعدما نزلت من الجبل إلى قرية قريبة في الجانب الشرقي من بدبد، شاهدت الناس يبكون من العطش لأن العين التي كانوا يعتمدون عليها جفت، فتذكرت العين التي رأتها في سفح الجبل وعادت إليها وصنعت من صوف أغنامها نسيجا ليسد مجرى العين، وتمكنت من قطع جريان تلك العين. ثم عادت إلى القرية مرة أخرى فرأت الناس سعداء وفرحين لأن العين التي كانوا يعتمدون عليها عادت للحياة، فأدركت أن العين التي سدتها في الأعلى كانت السبب في انقطاع ماء عينهم. الأفلاج حياة. والآن مع بعض الأمثال من ثقافة الأفلاج. يقول المثل: عدها خلال وعدها سح. الخلال هو ثمار النخيل الخضراء غير الناضجة، والسح هو الثمار الناضجة أو التمر. يعني المثل التساوي، أي ما كان خلالا أصبح سح. ومثل آخر: البخيل يصبح يداور على النخيل. يداور أي يدور، ومعناها يدور البخيل على نخيله حتى يلتقط ما يسقط منها من ثمار قبل أن يأخذها أحد غيره. والتقاط ما يسقط من ثمار النخيل يسمى الرقاط، وعادة ما يقوم به الأطفال حيث يمرون بين النخيل ليجمعوا ما سقط منها من ثمار ثم يجففونه بعد ذلك ويعطى علفا للحيوان. ومثل آخر: كمخوصة في مطراح. الخوصة ورقة في سعفة النخيل، والمطراح الشلال، والخوصة عندما تكون في شلال تهتز وتضطرب، ويطلق المثل على الشخص المضطرب. ومثل آخر:
إذا تترس الدروب غفيف يخرج الناس من غرف الصفيف. الصفيف جمع صفة، وهي عادة تكون غرفة صغيرة في البيت، والغفيف هو القش أو أعواد الزرع اليابسة بعد حصاد الحبوب، ويقصد بالمثل خروج الشتاء. ومثل آخر صحن من كبتنا، ويقال أيضا سمنا من كبتنا. والمكبة هي وعاء مغلق لحفظ الأكل، والسح هو التمر، ويضرب المثل على الاعتماد على النفس. ومثل آخر في الشريعة ويتترب، والشريعة هو أول مكان يظهر فيه ماء الفلج في صدر القرية، ويستخدم عادة للشرب. ويتترب أي يتيمم بالتراب، يطلق في الشخص الذي لا يقدر ما عنده ولا يقتنع به. ومثل أخير كل شجرة ويرعاها سحل. السحل هو يرقة الفراش التي تأكل النبات بشراهة بالغة، ومعناه إن لكل شخص مشكلة. أعزائي المستمعين، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم غدا في الحلقة الأخيرة من برنامج الأفلاج حياة. تحية طيبة لكم، وإلى اللقاء. غدا نواصل رحلتنا للتعرف على الأفلاج وشؤونها وشجونها مع الدكتور عبد الله بن سيف الغافري، وبرنامج الأفلاج حياة. الأفلاج حياة، إخراج رائدة بنت أحمد العامرية. الأفلاج حياة.